اليوم اجريت قرعه دور ال 16 من دوري ابطال اوروبا قرعه ناريه ناريه مواجهه اولى كبيره هتجمع ليفربول بريال مدريد بنسخه مكرره من نهائي الموسم الماضي محمد صلاح مره اخرى قدام ريال مدريد ومانشستر سيتي هيواجه لايبزيك الالماني في مواجهه مش سهله قوي على مانشستر سيتي عشان لايبزيك عامل موسم حلو قوي بنفيكا كمان اللي عامل موسم كبير هيواجه كلوب بروج وايسي ميلان بطل ايطاليا الكبير واحد من كبار دوري ابطال اوروبا هيواجه توتنهام انتراكت فرانكفورت هيواجه نابولي افضل فرق اوروبا هذا الموسم مع مانشستر سيتي نابولي عامل موسم خرافي بصراحه فالله يكون في عون الفريق الالماني بروسيا دورتموند بقى الماني اخر هيواجه تشيلسي تشيلسي اللي بيمر بحاله صعبه جدا في الدوري بعد رحيل توماس توخيل هيواجه دورتموند اللي برضه فايق في الدوري الالماني وانتر ميلان هيواجه بورتو ومواجهه كبيره كبيره جدا تجمع باريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ مواجهات كبيره ورائعه. البطوله السنه دي بقى بطوله اليوروبا ليج هي بطوله كبيره ايضا مثلها مثل بطوله دوري ابطال اوروبا فرق كبيره هبطت للدوري الاوروبي مع فرق كبيره اخرى اوريدي كانت موجوده في الدوري الاوروبي عشان كده قرعه دور 16 من الدوري الاوروبي شفنا فيها مواجهات كبيره اول هذه المواجهات الكبيره هي مواجهه تجمع برشلونه مع مانشستر يونايتد عشان يعود مره اخرى كريستيانو رونالدو الى الكامنو يا احتفل على هذا الملعب الكبير ملعب برشلونه وننت. بقياده مصطفى محمد عنده مواجهه في منتهى القوه، مواجهه كبيره جدا امام الكبير يوفنتوس الايطالي، وسبورتنج لشبونه في مواجهه مع ميتلاند الدنماركي اللي عامل موسم حلو في دوري ابطال اوروبا، وشختار الاوكراني هيواجه رين الفرنسي، اياكس هيواجه يونيو برلين الالماني احد افضل فرق المانيا هذا الموسم اللي لسه فاقد الصداره مؤخرا في الاسبوع الاخير لصالح بايرن ميونخ، وبايرن ليفركوزن هيواجه موناكو وأشبيلية هيواجه اندهوفن اندهوفن كمان عامل موسم جيد جدا في الدوري الهولندي واس روما بقياده جوزيه مورينيو هيواجه سالسبورج النمساوي كل ده في اليوروبا ليج طيب انا بحاول اجري بس مع حضراتكم وهنتكلم كثيرا كثيرا عن هذه الكره كره دوري ابطال اوروبا وايضا اليوروبا ليج مع محمد عبد الوهاب ومحمود شاكر في الفقره الاخيره النهارده من رقم 10 بس